سلوى مرحبا، انا كمال. لا تواخذيني عم بحكي على هذا التليفون. وقفي، لا تسكري سلوى. الله يخليكي سلوى، اتصلت فيكي على موبايلك ما رديتي. انا بعرف انه الوقت متاخر، لا تواخذيني، بس اسمعيني شوي سلوى. الله يوفقك، بترجاكي اعطيني عنوان جولييت. الله يخليكي. يا الله، والله انا رح جن. الله يوفقك، اعطيني اياه. انا انتهيت، رح جن من كتر التفكير فيها. سلوى الله يبعد حمى الرجال اللي مثلك. ما خجلان من حالك؟ قمت وانتخت مرتك يا محترم مشان تحكي مع هي صاحبتك الشرشوحة؟ فتونة أدبي. أي أدب هاد يا كمال؟ مدام لساتك لحق، ليش رجعت على البيت؟ ليش ما طلقتني؟ أنت حرام تكون رجال يا كمال. فتونة اسكتي بقى. إن شاء الله الله بيهدك، مثل ما هديتني وضيعتني وضيعت عمري. لك لا تصرخي، بكفي. الله يلعن اليوم اللي شفتك فيه كمان. Thank you.